السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد. وقد أكد السيد الرئيس أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، موجها سيادته في هذا الصدد بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر من عام 2018 وصولا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والتوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم في مصر.